النجم، ولا أسكن في مدينة الرضا في مهرجان كان في سنة مؤخر شيء المغرب مات وفرق الخشب يغني شيء المغرب يغني أمام الأمام الملايين، ويبعث يوم القيامة على الحد من مات على شيء بعث عليه، وضرب شرب الخمر ليس كذلك المغني، شرب الخمر مع معصيته ظلم نفسه، أن المغني يظلم وجند وغيره، ما رقى فرقت وزر ذلك إلا ذلك المغني له الإثم الكبير، لأنه يصل بمثل جعله وقع به معصية، ليحمل أوزارا كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم ألا ساء ما يزلون. هذا الشهر المبارك أخي الكريم اقرأ كتاب ربك عز وجل. لقد قلت بسم الله الرحمن الرحيم سبع محف سقط الحف عندك نيوت سين حسنة صور بسم الله الرحمن الرحيم نيوت سين حسنة ذلك نحسن من أوقاتنا في الشهر المبارك إحنا أكبر أخي الكريم أنك إذا صمت يوما من الشهر قال عز من صاد يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا صلت سنتين سبعين حمد يكون بجار إنما في نار سبيل الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا كذلك من نفسي وكذلك أن يصوم سمعك لا تسمع إلا للقرآن لا تسمع إلا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أن يصوم بصرك أنا تستغرب من شاب المسلمين يتجول مع صديقته في نهار رمضان احنا رافعين بقي في السيرة ماذا؟ بقي في السيرة يختلف معها وقد وقع معها في المعصية قالت احنا صايمين صيام أن تصوم جوار ريحك كما قال مربى صائم ليس من صيامه ليس من صيام إلا الجوع والعطش كيف غير عكاك وصافي الناس كي صوم توا كي صوم صيام أن يصوم سمعك أن يصوم بصرك أن تصوم جوارحك لا تنظر إلا من يرضي الله ولا تسمع إلا من يرضي الله ولا تمشي إلا من يرضي الله واعلم أنك إذا قمت بهذه الأعمال يحبك الله وإذا أحبك الله قال عز وجل إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فيحب جبريل فينادي جبريل فيقول يا أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلان فجعل له القبول في الأرض لأنه مقبول عند الناس بماذا؟ بطاعة الله وإذا أظهر الله عبدا نادى يا جبريل إني أرغب فلان فيبغض جبريل ثم ينادي جبريل فيقول أهل السماء إن الله عز وجل أرغب فلان فجعل له أفضل ما في الأرض في هذا الشهر المبارك عليك بالتذكير إلى الصلوات في الشباب الآن تجد تورنو ضد الكرة أنا دموك تفرز كورة ماشي مشكلة هذا كيف يفوت رمضان عاد كيجي الثاني هو كيف ولا كيجي العصر عنده الماتش مور العصر كيجي عيال الدار كذا كيجي مع المغرب والعشاء باقي شيء عن عقل بعده هذا كورة رمضان عن عقل ولا كيف شيء يقول في مشكلة تلاقي لكن رمضان وقر رمضان عن عقل رمضان بعلم رمضان ونكسع رمضان وعاد ماشي مشكلة غير ما تضيع الصلاة ديالك وماك اللي ما يقتل من وكذا يقتل الناس كل العام وسبان وصبر رب وسبدي وكذا كذا وراء كوا وكذا كوا وأكبر يدخل بدل بارسا وريان وانا بارسا وانا ريان راجع ويدان وكل سندابس ورونا ما يدان عيش الأول انت كي يضيع الوقت دياله فالأوقات أنفاس معدودة كما قال العلماء قال أحد العلماء يبنى أحلم كل يوم ينشق فجره من أجل الذين أنا خلق جديد وعلى عملك شريط شريط فاغتنمي فإني لا أريد مخيم والله سعد ذلك وقال أرجع بالله شيخ نزيل قلت لي ورحلك أنا أي واحد كانت تصريج دولة أتاني من عندي واحد وراك وتح أي واحد مع اسميكم وكل واحد كان اسميكم واحد واحد نبي قال إن لله عز وجل ملائكة سياحنا في الأرض واحد ملك الوظيفة ديالة من مجلس الذكر إذا رجل قوم يذكرون الله يقول يحلوا إلى حاجتكم فيفعل ملك فوق ملك حتى يصلون إلى الله فيقول الله عز وجل الملك الأعلى ماذا يفعل العبادة فيقول الملك يا رب إنهم يذكرونك ويمجدونك ويسبحون لأنه قلت إلى كلامك فيقول الله عز وجل ماذا يريدون فيقول الملك يا رب إنهم يريدون الجنة فيقول الملك الله عز وجل ومن يستحيلون فيقول إنهم يستحيلون من النار فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم
أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم. وبقى عند قوم مجلسا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا ما دام من السماء أن قوموا مغفرا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. شريطاب اللي تاب اللي تاب الله عز وجل رمضان كيف بدلك ربي السيئات ديال الحسنات. أنا مؤخرا التقيت واحد في كيسة الخمر تخيل 60 عام الفوق يا ربي تعفوني هذه الليلة هذه كيف قاعدين نفرح وكثير من في الحرم الحلال واش ما عيتيش مبارك عليك عمر كذا الدراهم ديال السيد السنوات مبارك عليك كيما طاش ما الحرم احنا مبارك عليك. قال لي سي قال لي احنا خمسه قال لي اتفقنا نهار اثنين اللي في كان ماشي راجل في داك السوق واحد قال لي سكران تاعو السوا دابا شنو قال لي يا خويا احمد قال لي اخر سكران عندك قلت له واش ديما قال لي تم رمضان راه هو قلت له انت مبي قلت له قول لي وانا غرجع كي دابا انت مالك صاحبي الامر بيد الله قول يا ربي ما تشربش الخمر تدخل الجنه وقال لي انا خصني نرجع كي دابا خاطر راه غادي يقول ما خاطر والو صاحبي عاد قول له ولا تزيد تخرج ان شاء الله لان انا مسخين بلي نخرج يعجبني عنده اخر سكران عرفت عجبنا جبيات الخمر كيبقى في كاسو بعينه موعدنا بعد رمضان راه داير فريجو يتبردوا كيقول العلماء اللي مات في الدنيا هذه يحاسب الله انما الاعمال بالنيات وما بعيني ما كنا بعيني